السلام عليكم. الاجواء ديال السوق سوق بولاد حمايد انا فيه الغلاء مكسيبه هادشي هذا بزاف. هاد الغلاء هذا الناس كاينه ما عندهاش ما تعيطش. كاينه الناس كتجي لهنا كتبقى على البكاوات اللهم هذا منكر. كاينه الناس هنا راه كانوا غاديين ينوضوا القطار الكيري هنايا. الناس كتجي تشري كتبغى تدابز هنايا. هادشي هذا راه بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. حنا بيدينا مقصعن. انا بيدي باقي ما شريتش حتى طاح الظلام وشوف واش نعيط ولا ما نعيطش. هادشي راه بزاف 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 خروب. قد القط كيقول لك 3000 درهم كنا كنشريوها ب 80000 فرنك 70. هاد العام هذا قال لك 3000 درهم بزاف اسيدي. هادشي علاه حاولوا يسوي حاول يساوي مليون هنا نص مليون. مليون كيقول لك 7000 درهم بزاف. هادشي هذا اللهم هذا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق ودا والله هادشي اللي كاين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نعاودوها من جديد. اليوم الاحد احنا متواجدين دابا في السوق ديال ولاد حميد. المواطن قال السيد سارع الحولي صغيوه فهمتيني ديال 150 الف فرنك تيتباع ب 70000. والله ما هذا منكر. كاين الدراوش اللي عنده 2000 درهم في الجيب تيدي بها القطه ماشي الحولي او لا الخروفه تيدي بها الحولي فهمتيني القطه. اما الحولي ديال معاونه اسبانيا ما كايناش. هاو قول له شي واحد قال لك الحولي ديال الدعم موجود في السوق حولي داخل فيه السمساره. اما الحولي ديال الدعم اللي مدخلينه للدويش تيعطيوها للسمسريه والناس ديال الفلوس. اما الدويش بوبي هو تيشري الخروب 70000 و80000 وكاين اللي بايع الثلاجه اللي عنده يدير فيها فهمتيني الحولي باعها وجاي يشري النعجه ولا الخروب ستيتوا. والعز الاخنش وبرابو المغاربه كاملين. كنا مغاربه ما نعايدوش ولكن نعايدو ماشي مشكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كان ده حق المغاربه. اما الحمد لله. السلام عليكم. كان هدي التحيه لهاد الناس ديال القصر الكبير اللي كيبيعوا هاد الاثمنه هادي بهاد الثمن خيالي. راني الدرويش ما يعيطش. كل واحد شابر غالما هنايا كنشوف كل سبيبي شابر غالما. كنشوف انا كل سبيبي هو اللي شابر غالما. كتهضر معاك يقول لك 4500 درهم. دابا انا درويش وما عندي شي كيفاش غنشري هاد الغالمه. انا الغالمه ب 4500 درهم. وهذاك الكسيبه ما كايناش. اللهم هذا منكر اخوتي. والله ما كاينه كسيبه اخوتي. والغالمه شرفه كيطلبوا فيها 4000 درهم. حنا ولاد باديه كنعرفوا في هاد الشيء هذا. اللهم هذا منكر. حسبي الله ونعم الوكيل. في هاد الدنيا اين الغله؟ درويش ما عندوش باش يقرب للسوق. حاجه عاديه. ما عندكش 4000 درهم 5000 درهم لما تجي للسوق. اما الناس مثلا الارامل سيد درويش بالنسبه للناس اللي خدامه بالنهار بلا ما يحتاج يجي للسوق. يمشي يشري جدادي حتى هو يشوي حتى هو يشوي جداد شوي جداد نهار العيد. اما باش يقرب من الحولي لا. باش الحولي فيه 3 كيلو يقول لك عطاوني 3000 درهم. عطاوني 3000 درهم شنو نعطيه؟ الشناقه سول اي واحد يقول لك دعوه به من الله. حيت اصلا ما كاينش اللي مطلع السوق من غير الشناق. حيت دابا انا وياك نمشيو عند الفلاح الدار ديالو ما يبيعناش الا 6000. عاد تلقى عند الفلاح ناقص 1000 درهم على الشناق. فهمتني؟ حيت انا كنعرف الناس مشاو شراو من عند الفلاح من الدار ديالو شراو ناقص 1000 درهم على 500 درهم. لا غير باش الناس تلقاو الدراوش كيديروا اللي بغاو. بالنسبه اليوم صدق انك دور في السوق كيف داك السوق ما كاينش رخص. وانا قلتها على العوده من دابا فوق ما زيد شي واحد يتفاجئ بالغلا. يعني ساعه نولفوا دابا الا لقيت الرخص تسمى ديك الساعه تفاجئ. وهادشي راجع للحكومه. يوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.